بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. أهلا بحضراتكم في التطبيق الأولاني لكورس الجافا سكريبت. البرنامج ده برنامج بسيط جدا، هنحاول فيه نحسب أو نصمم الواجهة دي. الواجهة دي ما فيها أي شيء باستثناء إنها بتحاول لو ما تدخل لها تاريخ السنة اللي أنت اتولدت فيها وتعمل كالكوليت ما إيش طلع لك سنك، يعني المعادلة الوحيدة اللي فيها انها بتطرح تاريخ اليوم الحالي من التاريخ اللي انت بتكتبه له وبتطلع لك السن بتاعك فين في H1. ده البرنامج اللي احنا بصدد الحديث عنه ان شاء الله باذن الله، او ده التطبيق الاولاني في كورس الجافا سكريبت. هنحاول نجمع شوية حاجات مختلفة. اولا محتاجين سكيلتون جريد سيستم علشان هنشتغل عليه كجريد سيستم، تمام. الجانب الثاني محتاجين فاونديشن، هنعمل داونلود لفاونديشن وهنعمل داونلود للاسنشال، مش عايزين حاجات كتير يعني اسنشال بس. هناخد بس من فاونديشن الكلاسات، هناخد الجريد من سكيلتون، ديت الفكره بس يا شباب، تمام. رايت اوكي، كده انا معايا الاثنين فاونديشن وسيليكون سكيلتون، هاخدهم الاثنين بكت في فولدر سميته ماي بروجكت بيست. هفك الضغط على سكيلتون، انا محتاج بس من سكيلتون النورمالايز ومكتبته النورمالايز والكلام ده، تمام. هعمل لها بيست، مش محتاج حاجه في الفولدر ده تاني. اما عن فاونديشن فشغلي هيكون عليه هو الكور، حتى ملفات الاب والكلام ده كله هاخده من هو يعني، تمام. شيفت ديليت هو فاونديشن، انا محتاج الكلام ده هطلعه بره، هو مش محتاج الفولدر بتاع فاونديشن. وجوه السي اس اس هحط المكتبتين دولت، شغل تمام كده. كده معايا الاثنين دول، محتاج بس اني اربط مكتبه النورمالايز ومكتبه سكيلتون بالاندكس اللي ورا دي. مكتبه الجافا سكريبت هو مديني اب دايت الفاضي، وهو ايه شغل هو في المينيفايد سي اس اس والفاونديشن جافا سكريبت، اسف يا رب شغل الجافا سكريبت. ماشي اوكي، ما في مشكله. فينا كده نبدا على بركه الله بالتكست اديتور بتاعنا. هنفتح ايه، انا كنت شغال في بدايه التوتوريال على اتوم، ممكن الحلقة دي تطول شوية، نحاول فيها بس نشرح المفهوم وزي ما بتاخد بقى وقت. هنفتح البروجكت بتاعنا على اتوم ونبدأ التصميم بشكل أساسي. بس في التصميم احنا هناخد، عايزين ناخد بالنا من كام نقطة. هو شغال على ايه علشان نركز فيها، هو ايه، هو شغال في الجريد على ديت 9 كولومز، ديت 9 وده 3 بس، وعامل ديفيجن من تحت اللي هو ايه في كل، واخد بالعرض كله يعني، واخد ال 12 كولوم كلهم، 12 عمود كله، تمام اوكي. انا كده في اتوم، خلونا نبدا بفايل واوبن فولدر، وعلى الديسك توب ماي بروجكت الفولدر تبعنا ونعمل سيلكت كده. مش محتاجين احنا الفولدر اللي فوق ده، وجاهزين ان شاء الله باذن الله ان احنا نشتغل بشكل اساسي على الفولدر اسمه اندكس. طيب في الاندكس انا مش محتاج، في الباضيه مش محتاج اي حاجه خالص غير الديفيجن الكبير اللي اسمه انا هسميه كونتينر. هو ايه يعني، هناخده من السكيلتون ده التجميع، تمام. هسيب السكريبتات ديت زي ما هي، وانا مربوط بالفاونديشن سي اس اس ومربوط باب دوت سي اس اس ديت اللي انا هشتغل فيها السيارات الخاصه، وناقص بس اني ايه هاخد السطر ده بكنترول سي كنترول في وهحط ايه هربط بالسكيلتون، هقول له ان يعني ايه السكريبت الموجود معاك. فبدل اب هتقول له سكيلتون دوت سي اس اس، كده بقيت ايه مكتبه سكريبت مربوط. حتى مكتبه النورمالايز مش مشكله، احنا مش يعني مش هندخل في التصميم جامد، احنا بس بنحاول نطبق على جافا سكريبت. فاوكي انا معايا الكونتينر ده بتاع 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 سكيلتون، او لو رجعنا للتوثيق هتلاقي ان سكيلتون كونتينر اذا مين سنتر راب ديت بتاعهم هم، تمام. ده بتاع سكيلتون فنخليه موجود، وهنروح عاملين ديفيجن قافلين الديفيجن دايت، هيبقى هياخد الكلاس اللي اسمه رو. طبعا رو ديت حاجه في الباع تبع سكيلتون الجريد يا جماعه، احنا واخدينها من سكيلتون، انما بقيه الزراير والكلام ده هتبقى من فين؟ تبقى من الفريم ورك التاني. فانا معايا في الاول رو صف دايت اللي هو بمثابه مين؟ بمثابه الصف الاولاني ده غير الصف التاني، انا عندي اثنين رو، تمام. الصف الاولاني والصف التاني دايت مش ظاهر، تمام كده؟ جاي اوكي كده ادي اول رو، فنكتب بات سي، مش هدرش كومنت لان البرنامج بسيط، وبعدين كنترول في والاثنين جوه، تمام كده جاي. بالنسبه للرو الاولاني دايت هحط فيه ديفيجن، ديفيجن دايت هياخد كلاس من فاونديشن،
هياخد كلاس جمعة ب لا انا شغال برضو الكلاسات الجريد، هاخد الجريد من سكيلتون على 9 كولومز، على 9 على 9 اعمده، تمام كده؟ ده بالنسبه للديفيجن الاولاني، 9 علشان يمشي مع مين؟ 9 علشان يمشي مع دول 9، وبعدين ده 3، تمام كده؟ اوكي، فانا محتاج اعمل دوبليكيت كنترول سي كنترول في وهقول له عشان ما تتلخبطش يعني ما بين الاثنين، تمام كده 9 وكده 3، محتاجين بس نحاول نتاكد ان هما الاثنين شغالين. فهندرج باراجراف ونحط فيه كول اوت تيست بس على فاونديشن بمر ان هو يكون شغال. تمام، ناخدها ديت بكوبي وننزلها تحت بيست كنترول اس ونشوف. خلينا بالمرة طالما احنا موجودين في اتوم نعمل باكج لايف سيرفر عشان نميز ما بين الاتنين. نعمل الاو كده شغالة معايا. تمام، ادي الكول اوت اشتغلت، واحدة على 9 والتانية على 3، كده تمام مفيش مشكلة. كده انا مش محتاج الكول اوت ديت في حاجة، ممكن اكمل المارك اب بتاعي كده كله خلاص، يعني ما عنديش مشكلة. طيب كده انا محتاج فوق في ماين، لو بصينا في العرض هنا محتاج ايه؟ محتاج انبوت، وهنا هيكتب سنين، فالانبوت ده مش هيكون تكست معايا، هيبقى نمبر، فهنكتب له بقى انبوت ونقفلها بالمره ونشتغل بقى على البروبرتيز بتاعتنا. اولا دي التايب بتاعك بيكون عباره عن نمبر، واشمعنى نمبر؟ لانه هو هيكتب سنين بس، مش يعني هيكتب 1990 1980، هيكتب سنين مش هيكتب اي حاجه ثانيه. فيهمنا ان احنا نشتغل على نمبر، انا مش محتاج اديله كلاس بس محتاج اني اركز كويس خالص، واني لازم اديله اي دي. الاي دي ده انا هحتاجه بعدين في الجافا سكريبت، وهخليه وظيفي شويه باسم الفاريبل اللي هشيله له، اسميه نمبر مثلا، ونديله بليس هولدر. بليس هولدر هنقول المستخدم مثلا بليز انتر يور اير اوف بيرث. تمام، ده بالنسبه للانبوت الاولاني. الانبوت الثاني هيبقى مشابه ليه بس طبعا هيكون ايه؟ تاني بدات من اوتوميشن اللي هو الزر اللي هضغط عليه. تمام، ايكوال تو، فهنديله اوتو. مكملين بقى في الخصائص، هنديله مثلا فاليو. الفاليو دي طبعا احنا عارفين من كورس ال HTML انها اوتوماتيك بتتحط عليه، فهنقول كالكيوليت ماي ايج مثلا. والجزء المهم جدا هيشغل لنا الدنيا ديت كلها الاون كليك ايفنت. الاون كليك هيشغل يا جماعه ماي فانكشن، وماي فانكشن ده موضوع قصتنا في جافا سكريبت، او نتاكد انها مكتوبه بشكل سليم. ماي فانكشن، تمام كده، محتاج بس الاثنين بالفيسز تبعها. جيد، اوكي. وبالمره ده بالنسبه للصف الاولاني، يعني نعمل كنترول اس كده ونشوف الكلام اللي احنا عملناه في ايه. تمام، الامور كده تمام شغاله كويس، ده الاولاني وماشي، يعني ايه احنا ماشيين كويس. رايت، انا تقريبا مش محتاج ده في حاجه. هنرجع للكونتنت بتاعنا. انا محتاج في الروت تاني ده عشان الروت تاني ده هحط فيه السنين اللي بتظهر، يعني فاكر لما كان بيقول لك ايش اس كذا، فده هيبقى الروت تاني. انا عامل رو، فهنزل بديفيجن بشكل مباشر. الديفيجن ده هياخد مين؟ هياخد عرض الجريد كلها يا جماعه. تمام، عشان كده هياخد الكلاس بتاع ال 12 كولومنز كلها. تمام، وده انا هشغله على وسم سنتر عشان يتحط في النص بالظبط، وهو اساسا وسم سنتر ده هشغله مع اتش واحد مع عنوان رئيسي. تمام كده، ففي سنتر خلاص، نبدا نكتب بقى ال H1. ال H1 ده هو اللي هياخد ايه؟ هو اللي هياخد الاي دي اللي هيظهر لنا النتيجه يا جماعه. تمام، فنكتب مثلا في كلمه تير عشان نجربه ونديله الاي دي، ده مهم لان هو اللي هيظهر النتيجه. اي دي ايكوال تو، انا هقول له مثلا هنسميه ريزلت. تمام، نعمل كنترول اس ونشوف النتيجه تير. تمام كده، ده واخد ال 12. طبعا عشان نتاكد ان هو واخد ال 12 ممكن استخدم الكول اوت، بس يعني ايه مش عايز استخدمها لان كده الامور تمام. بس انا كده مش محتاج اي حاجه في المارك اب ده، شغل الاتش تي ام ال.
طبعا انا مش داخل تصميم بشكل اساسي في السي اس اس، انا بس بحاول يعني ايه اربط الامور ببعضها مش اكتر، فتلاقيني قليل خالص ما استخدم مثلا السي اس اس. طيب جيد اوكي، فينا نبدا بشكل مباشر على مين؟ على ان احنا خلينا نخفي الير ده، عايزين نخفيه، فده نستخدم له بقى اي سي اس اس، فنكتب الاب سي اس اس ده. نروح اللير ده تاخد اي دي اسمه ريزلت، الاول نتاكد بس ان المساله شغاله ولا لا، هنديها مثلا بادي نشتغل على مثلا باك جراوند كلر ريد، نشوف بس ملف الاب ده شغال ولا لا. تمام شغال كده، مش محتاجين البادي في اي حاجه. احنا محتاجين مين يا جماعه؟ احنا محتاجين نخفي اللير ده، لما اللير دي هتظهر لما اليوزر يضغط على الزرار، فاللير دي واخده ايه؟ واخده اي دي اسمه ريزلت، فانا ممكن انادي على الاي دي ده بشكل مباشر، اقول له هاش على مين؟ على ريزلت، وادي له ديسبلاي. احنا عارفين القصة ديت يا جماعة من بدري، display no أنا مش عايزه اسم، أنا عملت كنترول اس، فالمفروض إني ألاقي كلمتين كده اتشات. جميل خالص. الجزء الأكثر أهمية بقى مع الجافا سكريبت، ندخل على الآن. طيب أنا في ملف الجافا سكريبت بتاعي ما فيهوش أي شيء، باستثناء إنه الحاجة الوحيدة اللي هتكون موجودة فيه يا جماعة هي إيه؟ الفانكشن الجميلة اللي اسمها ماي فانكشن دي. فناخدها بكنترول اس ونحاول نفهمها مرة، هنحاول نفهمها بالراحة. طب كده هي إيه؟ هنشغل لنا فانكشن واحدة بس، مش اكتر يعني. تمام، والبرنامج ده بروفا بس، مش يعني حاجه بسيطه. تمام، فانكشن ماي فانكشن. مرحبا يا ماي فانكشن ديت. في الاول انا هعرف متغير، متغير ده كل قصته في الدنيا انه الرقم اللي يكتبه هنا يشيله. حلو، ده اول فاريبل هنستخدمه معاه، محتاجينه طبعا محتاجينه. طيب هنعرفه ازاي؟ جميل بسيطه خالص، هنكتب بقى بار وهنسميه وظيفي شويه نمبر. تمام كده بيساوي، ها عايز تعمل فيه ايه؟ عايز تشيله قيمة مين؟ القيمة دي، القيمة اللي موجودة في التكست بوكس ده أو ايه في الانبوت بوكس ده. طب هو الانبوت بوكس ده واخد اي دي، بص كده بص على الانبوت، انبوت انبوت واخد اي دي اسمه ايه؟ اسمه نمبر. بس انت فهمت القصة، فهتنادي هتقول له ايه؟ هتنادي بقى على مين؟ ادي الاب، هتقول يا مستند دوكيمنت، يقول لك عيني دوت عايز ايه مني؟ تقول له جيت element باي اي دي. فين الاي دي؟ الاي دي ها يا جماعه نفتكر تاني من الاي دي كان اسمه ايه؟ كان اسمه نمبر. خلينا ناخده برضو كوبي عشان يكون بشكل وظيفي شويه. الاي دي بالاسم نمبر، عايز ايه من الاي دي اللي اسمه نمبر؟ انا عايز بس دوت فاليو، عايز الفاليو بتاعه. حلو كده؟ جميل. يبقى انت كده شيلت الفاريبل اللي اسمه نمبر، القيمه اللي هتدخل، فانت اي قيمه هتدخل ايا تكن هي ايه هتنادي عليها بايه؟ بالنمبر. حلو الكلام؟ جميل. عندك شويه اكسسبيلتي او اقصد عشان اليوزر ما يسيبش الفورم فاضي يعني، تمام؟ فهتدي له جمله شرط بسيطه تطبيق يعني، تمام؟ هتقول والله لما اليوزر يسيبه فاضي تطلع له مسج بوكس، تمام كده؟ يبقى اف ايه اللي هيحصل؟ ما انت شلت القصه خلاص، انت مش محتاج بقى تنادي على ايه؟ مش محتاج تنادي على الانبوت، ما انت عندك النمبر خلاص، ما النمبر ده مش بيجي بيشيل الانبوت دلوقتي خلاص. اوكي، فانت هتقول له بقى اف نمبر از ايكوال تو ايكوال تو، انا اسف ما تنساش طبعا الدبل يساوي، تمام؟ از ايكوال تو نل، نل يعني فاضي، اور نفس السيناريو نمبر is equal to القيمه صفر، يعني هو كتب صفر او كتب مش عارف ايه، فطلع له بالله بعد اذنك alert. الالرت ديت يقول له اني بالله بعد اذنك انتر بليز انتر valid ايه، تمام من فضلك اكتب لي ايه صالح الاستخدام. فينا نجرب كده الكلام ده، لو ان هو صابه فاضي عمل كالكيوليت في مشكلة من نوع معين، نعمل ريلود كالكيوليت لسه في مشكلة. شوف طيب var function my function number dot value if number is equal to null or number ديت نوت number control c control v or number is equal to zero alert. تمام الفانكشن ديت ماشي اوكي. طيب نبدأ بالكنترول s ونروح كده كالكوليت كده بيرد مسج الالرت شغال. تمام، لو مثلا كتب حاجه زي صفر هيظهر له الالرت، او لو سابها فاضيه هيظهر له برضه الالرت، فيعتبر كده احنا ماشيين كويس.
نيجي بعدين يا جماعه ليه مش محتاجين نعمل ريتيرن الاف، خلاص كده تمام. جاي محتاج بقى اني اعمل ايه يا جماعه؟ محتاج اني اعرف متغير ثاني. المتغير ده كل قصته هيشيل تاريخ اليوم، تمام؟ يعني المتغير ده هيشتغل على مين؟ على الدوم بتاع تاريخ اليوم او على الاوبجكت بتاع تاريخ اليوم. فانا اسميه هو مثلا ماي ديت، تمام؟ ماي ديت ده اسم الفاريبل بتاعي، بيساوي هديله القيمه بتاعت مين؟ بتاعت التاريخ اللي موجود على مين؟ عند اليوزر، عند البراوزر بتاع اليوزر يعني، تمام كده؟ فهنقول ده بيساوي نيو. احنا عرفنا القصه ديت الكونستراكتور ديت، خد بالك ان انا كاتب حرف الدي كابيتال ورحت عامل برنتسز، خد بالك من القصص ديت دوت. وهقول جيت، لو الناس كانت تفتكر فور هير، دي واحده من ضمن الميثودز اللي بتشتغل على مع الديت لو الناس تفتكر يعني، تمام. والكلمه نيو واحده من ضمن الكلمات المحجوزه، انا ما جبتش حاجه، هو لو ده الكونستراكتور ديت ده معروف يعني. فانا بقول يا جافا سكريبت بالله خزني لي سنه اليوم في فاريبل وسميه لي ماي ديت. ده قصته اللي هي بقى انت محتاجه. ما انت محتاجه في ايه؟ طيب جميل، محتاجه في انك انت كده بيجي معاك تاريخ اليوم، تمام كده؟ جميل، ومعاك فاريبل اسمه نمبر فيه السنه اللي هيكتبها لك المستخدم. حلو، ناقص بقى ان انت تعمل ايه بالظبط كده؟ تطرح تاريخ اليوم من السنه بتاعت المستخدم وتشيل الناتج في متغير ثالث، وده بالظبط اللي احنا هنحاول نعمله. هنقول يا جماعه فار المتغير الثالث هنسميه مثلا بيرث يير، والبيرث يير ده هيساوي هنقول انت عايز ايه منه يعني، فهنقول ماي ديت. الماي ديت ديت اللي هي فوق الفاريبل بتاع ماي ديت ده، تمام كده؟ دوت ده هتحاول تجيب او مش دوت بقى، انت هتحاول تطرح ماي ديت مين؟ النمبر كده. انا مش عندي ماي ديت، ماي ديت ده مش تاريخ اليوم، ماي ديت ده مش الفاريبل اللي هيشيل لي السنه بتاعت السنه اللي انا فيها يعني. انا مثلا موجود في 2017 مش كده؟ ماشي، لما تطرح 2017 من النمبر، النمبر ده اللي هو ايه؟ قيمه الانبوت. قيمه الانبوت مثلا كام؟ حاطط لك 1990، يبقى انت بتطرح 2017 1990 بس كده، وبتحفظ الناتج فين؟ في برثير بس كده. كل القصه دي انت بقى قصتك في الاخراج امر يرجع لك انت بقى. فايه؟ انا هنقول في الاول كده دوكيمنت دوت جيت اليمنت، هنادي على مين؟ هنادي على الريزلت يا جماعه ونقول له اظهر. مش احنا مش خافينه في البلوك بتاع سي اس اس، اصل احنا خافينه وعاملينه ديسبلاي، فهنظهره في الجافا سكريبت لما نضغط على الزرار يعني، تمام؟ فهنقول ريزلت، انا عايز الاي دي اللي اسمه ريزلت، عايز منه ايه دوت؟ هشتغل على ستايل، عايز ايه من الستايل دوت؟ هقول ايه يا جماعه؟ انا كنت شغال على ديسبلاي صح؟ ديسبلاي ايكوال تو، هو كان شغال ديسبلاي نان، انا هخليها مثلا بلوك. هو كده كده اساسا العنصر عباره عن اتش واحد، فهو يعني ايه بلوك مناسب جدا. وهاخد نفس السطر ده بكوبي وبيست، وهقول اني ايه عايز اظهر الناتج بقى اللي هو بتاع البرثير، فاهمني؟ بس فطالما هظهر يبقى انت فهمت القصه. ان ار اتش تي ام ال ايكوال تو قيمه مين؟ البرثير. وعلشان المساله تمشي يعني بشكل منظم شويه، خلينا نعمل مثلا يعني ندي له نص كده زي ايه your age is مثلا، ونعمل زائد ويعني حبه تنظيم مش اكتر. ادي بنزل سيمي كولين، ادي كنترول اس، ونشوف الكلام اللي احنا عملناه ديت. ادي ريلود فاضي الانبوت، لو انا كتبت يور ايج 2017 عشان يعني هي ايه واحده من ضمن الغلطات في البرنامج برضه يعني، فبيقول لي ادي يور ايج از 2017. لو انا كتبت مثلا 1990 كالكوليت هيقول لك يور ايج از 27، لو انا قلت له 1980 كالكوليت هيقول لك يور ايج از 37. ده تطبيق بسيط جدا، في بس بنحاول فيه نوضح يعني ايه جافا سكريبت. استخدمنا فيه فانكشن واحده بس، وما استخدمناش غير تقريبا ثلاث او اربع متغيرات، يعني حاجه جدا سمبل وبسيطه وسهله، ما استخدمناش فيه اي ستايلز سي اس اس. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم، اسف جدا على الاطاله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.